فكرة مضحكة. قال جمع: كنت في الصف الروضة الثانية حين حملتني أمي هدية وأخذتني لتهنئة صديقتي رولا بعيد مولدها. دخلنا بيت فإذا هو مزين بمجموعات ملونة من البالونات، وإذا ببعض الأولاد قد تجمعوا وحول صديقتي رولا وقربهم كثير من هدايا. قدمت بدوري الهدية لصديقتي ورحت ألعب مع الأطفال. بعد أن أطفأت صديقتي الشمعات الأربعة مشكوكة في قالب الحلوى، غنينا جميعا سنة حلوة يا رولا. وحين نهضت أمي لتودع الجميع بدأت أبكي لأنها لم تسمح لي باسترجاع الهدية التي قدمتها لصديقتي.